عسلامة عسلامة البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. وانتم بتتفرجوا على الفيديو متاعي اليوم ان شاء الله يعجبكم. بديناها بمشترياتي متاع اليوم. شريت روب مصرية بيج بالنوار، وهذيك بيجاما على الأوبرجين، ومعها بنطلون تاعها، وخذيت فارماسيوليز إكران، ومعها ماسكارا إسانس. إن شاء الله يعجبوكم. نتعداو البنات باش نعمل اليوم روسات ملاوي، وهيا تابعوها معايا. الملاوي متاعنا يلزمها كيلتين سميد وكيلة فارينة. يلزم السميد يكون أرطب، ما فما أنا السميد متاعي اللي عملته ما عجبنيش برشا، مي هذيك هي. وكل فما شكون يحبها سميد صافي، فما شكون يخلط معاها شويه فرينه باش تي طية اكثر. بالطبيعة باش نعملو لها غرفه ملح، غرفه صغيره، ونعجنوها بالماء سخون، مش سخون برشا، دافي. شلموها كل بعضها. هذه كشنو تطلب الملاوي، ما فيهاش تعقيدات، ماء وملح كاو. نحاولوا نلموها بالكتا هكاكا، فما سميد يشربوا، فما سميد لا. انا حسيت السميد هذا ما شربليش بالكتا، خاطر صبيت الماء جات طريه فيسا. وبالطبيعة بعد ما نلموها هكاكا بالكتاب الكتاب في شقالة باش نهبطوها على الرخامة، خاطر كيما تعرفوا انا ما نجمش نعجن كان على الرخامة. توا يلزمنا نعجنوها، ونعجنوها بالكتاب الكتاب. كيما تعرفوا الملاوي تحب العجينة، تحب العجنين بمعنى اصح، يعني اجنوها بالكتاب الكتاب لين تحسوها ولا تسوبر في ايديكم. ومن بعد ما نعجنوها بالكتاب الكتاب ونحسوها صاي، يعني انت تحسها من التكستير نتاعها في ديك هكا، علاش انا ما نجمش نستعمل الكوم صراحه في العجنان، باش نحطوها في ساشي اليمونتير ونخليها ترتاح. وعلى قد ما ترتاح على قد ما بعد تعطيكم نتيجه باهيه، تجيكم طريه اكثر. توا حطيناها في ساشي اليمونتير نتاعنا، وباش نسكروا عليها ونخليوها ترتاح. ان شاء الله البنات فيديوهاتي يعجبوكم، وان شاء الله تشجعوني اكثر. البنات ما تنساوش صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لهنا صايي باش نخليوها ترتاح. في الوقت اللي باش ترتاح فيه العجينه نتاعنا، حضرنا قصينا فريت وبصل جويت على الاخر ومعدنوس، وعملنا سكالوب دي كوب باش نقليه من بعد ونعملو بطريقه ياسر حلوه. ان شاء الله مره اخرى نتبعوها مع بعضنا. لهنا الملاوي نتاعنا طابت، ما انا صورت وما نعرفش عليه ما ظهرش، وحطينا الكيبه الاولى باش نحشيوها معاكم. حطينا فيها هريسة، هون المهم يكون جبن، مي انا ما لقيتش عندي جبن، عملت هريسة كا هريسة محرحرة. والله ما انو سميد ما عجبنيش برشا، مي والله جات بنينة على الاخر، هي نورمالمو تكون طرية اكثر، وانا ما حشيتهاش بالوقت، خليتها شوية بردت. وحطيت عملت شوية سلطة مشوية، تعرفوا بطبيعة حصلت مشوية في الملاوي من قبل ما تاكل. لهنا حطينا السكالوب بتاعنا، تاع ان شاء الله نوريكم الطريقة اللي عملتو بيها، اللي عملتها بيه ياسر طلع بنين. تو نوريها لكم ان شاء الله في فيديو اخر. بطبيعة كيما تواسى الكل اكيد نموت على البصل وعلى المعدنوس في لي ساندويتش في الملاوي في الشباتي في الكل، باش نحطو عليها الفريت. اليوم الفيديو نتاعنا قصير، نودكم ونشيك من البنات بالروسيت نتاعنا، تبعوها اعملوا كيفها وتفكروني، والله ياسر بنينة ابا من تاع الشارع برشا. وباش نقص ان شاء الله معها
بريجيت دلاع و... ونودكم ونشاهيكم البنات مرة أخرى، وإن شاء الله في فيديو جديد، وإن شاء الله تبقوا تتبعوا فيها باش تشجعوني أكثر. نحبكم برشا وباش نتوحشكم و... وإن شاء الله في جديد. بسلامة البنات، وإن شاء الله أيامكم الكل حلوة، وربي يفرحنا ويفرحكم الناس الكل أجمعين يا رب العالمين.